بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا إخواني وأخواتي، وحياكم الله مع هذه الحلقة الجديدة من احسبها صح. يا ترى إيش موضوعنا اليوم؟ موضوعنا اللسان، الكلمة، السيف. إيش أقصد فيه؟ الكلمة في بعض الأحيان وربما في كثير من الأحيان كالسيف، إذا قطع سلامتك وتعيش، خلاص انتهى الموضوع. بذكرني هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله فيه معاذ رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ هل نحاسب على ما نتحدث ونتكلم به؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ موضوع جد خطير. هذا اللسان يخرج منه كلام، وهذه الكلمة كالسيف، تقطع، تقتل، تدمر، وربما لا مجال للإصلاح. يا ترى إخواني وأخواتي، هل يدرك الناس هذا؟ أقصد خطورة الكلام اللي بتحدث عنه، إنه الكلمة كالسيف قد تقطع وتقطع، ممكن تقطع اللي عم بتحدث عنه، تقطعني أنا خاصة. معلش ما يأخذوني وتزعلوش مني إخواتنا الستات، يعني هذا بعرف تكون تقولوا لي يعني ما شاء الله عليك، يعني انتوا الإسلام ما بتحكوا. انا ما بقول انه احنا ما بنحكي، وما بيقول ما حد بيسترجي يقول يعني انه الإسلام برضو ما بلت وما بيعجنوا، لكن ما تاخذوني في الكلام. الاخوات معروف عنهم، وهذا معروف طبعا علميا وله علاقه بالموضوع حتى بتركيبه الدماغ والقدره على الكلام الى اخره. الاخوات الفاضلات بطبعهن اكثر وقوعا في هذه المشكله، لذلك الرساله عندهم اكثر موضوع اللت والعجن، وبحط بذمتي وما بحط بذمتي، وقالت لي وما قالت لي، وابصر والله اعلم، وشوفي وراها ويختي عليها وما شاء الله عليها وهيك بتحلها وبحطش بذمتي، والقصص هاي كلياتها بتوقع في مصيبه كبيره. كثير من الناس لا يحسب لها حسابا، لكنها عند الله عظيمه واعظم مما تتخيلون او حتى تتوقعون. طبعا إخواني وأخواتي، هذا بذكرنا بالحديث أيضا الخطير جدا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه بما معناه: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. لاحظوا، لا يلقي لها بالا، يعني مش سائل، مطنش، مش حاس أصلا أنه عمل إشي أصلا. لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفة. 70 خريف بلغة العلماء يعني قعر جهنم، وعند العلماء معروف أنه قعر جهنم معروف بالإسلام لا يصلها إلا كافر. بمعنى بعض الأحيان كلمة واحد قاعد بمزح فيها، بيستهزئ فيها عدم المؤاخذة، يكفر بها، توصله إلى جهنم. من أمثلتها مشان نعرف أنه الكلمة مش مزحة، اللي بتسلوا أو بمزحوا أو لما يغضب شوي أو يزعل أو بلغتنا يعصب، بسب الرب وبسب الدين. واحد زعله كذا كذا، يشتم الذات الإلهية، كذا كذا لا يشتم ربه، كذا كذا لا يشتم دينه، أي خلصنا كذا كذا، بيشتم الملائكة، بيشتم الدين، بيشتم القرآن، بيشتم الذات الإلهية. وين رايح حبيبي؟ إن الرجل لاحظ كيف لا يلقي لها بالا، يعني مش عاملها وزن. يا شيخ بنتسلى، بنمزح، كنت معصب، أنا مش قصدي، قصدك مش قصدك. تقدر تسب على شخص يتبع لعشيرة ضخمة أو مسؤول ضخم جدا وراء أجهزة أمنية ممكن يأخذك يحبسك يسجنك؟ لا والله، ولا حتى أنت معصب وزعلان. لذلك بدك تحسب حساب الكلمة. لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. في المقابل نقيس عليها قياس، ممكن بنت غيرانة من بنت، مسموم بدنها منها زي ما بنقول، مش طايقيتها، قال أنا أشطر منها بالصف، بالفصل، بالحصة، أحلى منها، أطول منها، أجمل منها، بس ما عملت لها شيء، مسكينة، مؤدبة، خلوها، غيرانة منها. تخيل بقاعدة بسيطة جدا بدها تثير الناس عليها، ذكرت تلك العفيفة الفاضلة بكلمة، فمباشرة الله يستر علينا، الله يستر علينا، الله يستر علينا، الحمد لله، الله يستر علينا. لك شو قصدك؟ الله يستر علينا، كلمة الله يستر علينا يمكن ضمنت بها جهنم. إيش يعني؟ عم تتهمها بعرضها وهي بتحكي إيش؟ الله يستر علينا. الكلمة كالسيف، ديري بالك، قد تقدمين على الله يوم القيامة وعندك محيطات من السيئات وانت مش حاسبت لهم حساب. وصاحبنا اللي بتسلى او لانه بين قوسين معصب، وفي روايه عند الطنطات معصب، تعرفوا هذا؟ قال ايش؟ بسب الرب والدين. فلنتق الله سبحانه وتعالى وندير بالنا على هذه المصيبه. واخواني واخواتي، مشان نلخص لكم الموضوع، خلينا نقول بقصه لعل الله يعيننا جميعا انما ننسى العبره في المعاني التي ذكرناها. في قصة لطيفة من باب الحكمة: ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان حديثا في ظاهر ما أذكر.
يقال أن أحد الأشخاص الذين يعانون عم بيعاني معاناة شديدة حقيقية من موضوع أنه لسانه زي ما بقوله فلتان منه، كل شوي بيسلخ بجرح بقص بقطع بإذي إلى آخره، فبتندم تطلع منه كلمة بجرح الناس وبتندم بجرح الناس وبتندم مش عارف شو بده يعمل. فراح عند شخص حكيم قال له يا فلان أنت حكيم لعل يعني أنك تساعدني في المشكلة. قال له هيك هيك مشكلتي. فانظروا إلى هذا الحكيم كيف ساعده في حل المشكلة. قال له بسيطة. قال له لكن اتبع تعليماتي. بإيش هي تعليماتك يا سيدي؟ قال له إذا تكرمت كلما خرجت منك كلمة قاسية جرحت بها شخصا أهنته أذيته وفعلت شيئا وشعرت بالندم، احمل على ظهرك كيس وضع فيه حبة بطاطا، كلما خرجت منك كلمة واحدة جارحة حط حبة بطاطا بالكيس. قال له بس. قال له فقط. قال له ليش؟ اترك الموضوع خلص فقط نفذ بقول لك يا. قال له أمرك يا سيدي. فحمل كيس حطه على ظهره، صار كل ما تطلع منه كلمة يأخذ حبة بطاطا يحطها بالكيس. ما حس بالمشكلة بداية، شوي 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 حبتين سبعة عشرة خمستاش ابتدأ يشعر بالوزن الآن الثقل. اليوم الأول اليوم الثاني طلب منه يحمل الكيس طول الوقت شو ما بيعمل، صار يحس بوزنه 20 حبة 30 حبة وطول الوقت حاملهم. دخلنا معادلة جديدة، ابتدأت الحبات القديمة تعفن، وبتعرفوا بعيد عنكو والله لا يبتليكو ريحة البطاطا لما تعفن شيء مقرف بعيد عنكو جميعا، مقرف جدا. ابتدأ العفن والرائحة الكريهة والنتنة ملزقة فيه، متضايق جدا. فبزداد الوزن عم بزداد، ظهره عم بشعر بالألم، وريحة العفن عمالها بتطلع، بوصل لمرحلة أنهك بالرائحة، لاحظ، وأنهك بالوزن. كان بدي يوصل له فكرة إنه الكلمة هاي، قال كل ما رميت كلمة حط حبة محلها. أنت فكرت أنها انتهت، الموضوع ما انتهت، هي محمولة على ظهرك. فهي من ناحية وزن عم تثقلك، ومن ناحية عفن ورائحة كريهة. صار يستحي يحكي مع الناس، يستحي يوقف جنب الناس، يستحي مر من جنب الناس، رائحته طول الوقت طالعة. فوصل إلى مرحلة كلمتك هاي ستكون مثل شخص طول الوقت شاعر بثقل عجيب جدا على كتفه، هو مش عارف يمشي. اثنين رائحته كريهة لدرجة هو عدم مؤاخذة قرفان من حاله. في رواية بالأردن هنا بنقول متقلعط من حاله، يونو متقلعط متقلعط من حاله، ترجموها عاد عندكم هاي في البلاد العربية. والناس مش طايقة لا تشوفه ولا تسمعه ولا تحكي معاه. وصل له الرسالة، تعرف على عظم الجرم الذي تفعله، واعلم أخي الكريم أختي الكريمة إنك إذا حسبتها صح، بمعنى أمسكت عليك هذا كما دلنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعلا أنت الكسبان. لذلك إن شاء الله كلنا جميعا نحسبها صح، بس لا تنسى تدعو لي.